السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. بتمنى من كل قلبي قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا إنكم تطمنوني عليكم، يعني في الكومنتس تحت في الرسائل أو في المحادثة المباشرة دي قولوا لي يا كابتن أنا بخير، أنا بصحة كويسة، طمنوني عليكم، لأني لما بسمع إنكم بخير أنا بفرح جدا. طيب النهاردة إن شاء الله بقى عندنا ماتش قوي جدا بصراحة، وفي قوة تحمل رهيبة ما بين لاعب ملاكمة، الملاكمة، ولاعب كونغ فو، الملاكمة ضد الكونغ فو. طيب قبل ما نبدأ المباراة بتاعتنا القوية أوي 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 دي، إيه رأيكم في مقولة الصاحب ساحب؟ تمام، يعني صاحبك ده ممكن يغير في سلوكك كتير، ممكن ياخدك للطريق الوحش للطريق الحلو وهكذا. طيب شايفين الصورة معايا اللي على يميني دي؟ تمام، الصورة ديت زي ما احنا شايفين، شاب حاطط ايده على الشاب التاني، صاحب يعني صاحبه كده، والتاني حاطط يعني من ورا ظهره سكينة، تمام، ومسكين بقى ازازة ما تعرفش بيشربوا عصير ولا ايه. المهم ما علينا، الصورة دي يتقال عليها مقولة جميلة قوي، يعني مثلا ليس كل من يصادقك ويضحك معك، ليس كل من يرافقك ويضحك معك فهو صديقك، أنت لا تعلم ما تخفي النفوس، احترس يا عزيزي. تمام، يعني فعلا أنت ممكن يكون حواليك أصدقاء كتير منافقين بوشين، ممكن يكون في صديق معاك ملاك وبرنس أو حد قريب منك قوي، لكن من وراك بيطعنك، من وراك لو مسك لك نقطة ضعف ممكن يذلك يهينك وهكذا. فأنت لازم تكون يعني مفتح عينيك قوي وواعي قوي في اختيارك لأصدقائك لأصحابك. فالمهم أنت رأيكم إيه في المقولة ديت بخصوص الصورة اللي هي ليس كل من يرافقك ويضحك معك فهو صديقك، فأنت لا تعلم ما تخفي النفوس. فياريت تقولولي آرائكم أسفل الفيديو يا شباب. طيب في برضو حاجة مهمة جدا أنا يعني كتبتها، وهي خطيرة، والخطيرة دي بعد بحث عميق، بعد بحث حوالي 13 سنة وصلت لها، اللي هي المعادلة الثلاثية. تعالوا طيب نقرأ مع بعض كده علشان نستفاد. أهو يا شباب طبعا كتبتها على صفحتي في الفيسبوك، وبفكركم برضو تاني وتالت ورابع بأهم معادلة ممكن تخليك أسعد إنسان في الدنيا. هي معادلة بسيطة جدا اسمها المعادلة الثلاثية. أولها بيبدأ بإنك تظبط علاقتك مع ربنا عز وجل على قد ما تقدر، ومعاها إنك تتصدق وتزكي من مالك، رزقك هيزيد، وإنك تحب الخير والسعادة للناس زي ما بتحبه لنفسك، وتخليك في حالك، ما تجيبش سيرة حد في سوء أو تنمر على غيرك بالألفاظ أو السخرية، ربنا هيحبك. وتاني معادلة هي العلم النافع المفيد، لازم تسعى له بكل قوة أو بكل قوة، لأن العلم المفيد ربنا هيجازيك عليه خيرا، وكمان هتغير بيه حياتك وحياة أولادك والناس للأفضل بصورة مستمرة. ثقف نفسك بكل شيء مفيد، واوعى تنسى إنه هيكون صدقة جارية ليك بعد مماتك. المعادلة بقى التالتة، وهي مرتبطة بالبدن، مارس أي نوع رياضة حتى لو المشي أو الجري الخفيف، أي رياضة تحبها، لأن المؤمن القوي خير وأفضل من الضعيف، وحياتك هتبقى صحية أكتر. بس كده بعد بحث عميق مش لاقي أفضل من المعادلة دي في الحياة، قرب من الإله الواحد، وعلم مفيد، ورياضة. طبعا يا شباب دي المعادلة فعلا اللي أنا ماشي بيها، ويا ريت تقولوا لي يعني رأيكم في المقولة بتاع الصديق وفي المعادلة ديت. واتمنى انكم تتابعوا صفحتي على الفيسبوك، دايما بنزل فيها خواطر وفيديوز وحاجات مهمة قوي. طيب انا اسف ان انا طولت عليكم شوية، بس لازم كده برضو نستمتع مع بعض وناخد معلومات مفيدة. هنيجي بقى للماتش بتاعنا، وما تقلقوش مش هقطع الفيديو خالص. هنخليه شغال. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، كالعادة هبدأ يا ربي ان انا ايه اصغر الصورة يا شباب. ايوان، بسم الله. في البداية بقى لاعب الملاكمة هو اللي موجود على الشمال اللي لابس الجلافز الاحمر، ولاعب الكونغ فو هو اللي موجود على اليمين. طيب لاعب الكونغ فو بيلعب بقى باسلوب ايه؟ لان الكونغ فو الصينية فيها اساليب كتير جدا، ده اللي هنعرفه دلوقتي من المباراة. ومتقلقوش مش هقطع بقى، مش هوقف يعني المباراة كل شوية. بسم الله نبدأ.
اهو يا شباب واخدين استعدادهم. لاعب الملاكمه طبعا ايده قريبه من جسمه، وهو لاعب الكونغ فو اجريسيف، اجريسيف يعني متحمس جامد، ولكمات متتاليه وضرب. اوه ركزوا كده، لاعب الملاكمه عنده قوه تحمل من البدايه قويه جدا، تمام، عنده قوه تحمل شكله كده رهيبه، وده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب لاعب الكونغ فو في البدايه كده من الاسلوب ده اللي بيلعبه، ده كده اسلوب السنده، لكمات ركلات طرحات، ده سنده تمام. طيب لاحظوا كده معايا ان لاعب الملاكمه بصوا ايده عامله ازاي، ايده قريبه من جسمه من الخط المحوري، طول ما ايدك قريبه من جسمك ده معناه انه يكون في قوه شديده جدا. لاعب الملاكمه بيضحك طبعا، الضحك احيانا في الفايت بيستفز قوي الخصم تمام، وبيسيب اعصابه. اهو لاعب الكونغ فو طبعا بيضرب ركلات تحت بيان توي، لاعب الملاكمه ضرب تقريبا ضربه خلف راسه دي غلط. او 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 ضربتين في الوجه بصوا، ولا اي اندهاش، عامل ايده كده بيقول له ولا اي اندهاش خالص. يبقى كده في البدايه لاعب الملاكمه باين قوي ان هو عنده قوه تحمل فعلا يا شباب رهيبه، قوه تحمل شديده. اهو يا شباب الاثنين واخدين طبعا حذرهم. اه شايفين، عاجبني قوي عاجبني قوي لاعب الملاكمه في صد. اوه قرب منه، بصوا هنا لاعب الكونغ فو تحسه انه بيتخانق تمام، الضربات دي اغلبها بتكون غير مؤثره قوي زي لكمات الشارع. لاعب الكونغ فو لحد الان ما بيضربش لكمات موفقه، او ما بيضربش لكمات بيرفكت بعكس لاعب الملاكمه تمام. اوه قربوا من بعض، ضربات متتاليه. اوه ماي جاد، بص عاجبني في لاعب الملاكمه انه بيضرب يعني بعد ما بيهاجم بيدافع بعكس لاعب الكونغ فو، لان ايده بعيده عن ايده بعيده عن جسمه خالص، فبيهاجم عمال ياخد ضربات كتير تمام. اهو يا شباب، اوه اهو ضربات متتاليه من الاثنين، وبيضرب برجله لاعب الكونغ فو. اوكي طيب اللي بيحصل ده بروسلي اتكلم عنه. اوه اوه معجنه معجنه، بس لاعب الملاكمه ما شاء الله بيصد كويس. الركلات اللي بيضربها طبعا لاعب الكونغ فو هنا ركله اسمها بيان توي تمام. بروسلي قال مقولة جدا جميلة جدا يا شباب، قال I don't fear the man who has 1000 kicks، أنا لا أخشى الرجل الذي يمتلك 1000 ركلة، but I fear the man who has practiced on the kick 1000 times، ولكنني أخشى وأخاف من الرجل الذي يتدرب على ركلة واحدة 1000 مرة. ده معناه إن أنت ممكن يكون معاك حركات كتير جدا ومش مؤثرة تمام، لكن ممكن يكون معاك حركة واحدة بس وبتتمرن عليها كتير قوي هتكون افضل من ده كله. اوه اوه لاعب الملاكمه اوه بيضرب ضربات متتاليه طبعا، لاعب الكونغ فو الصد عنده ضعيف اهو عمال ياخد ضربات كتير طبعا، ده غلط. المفروض في في الحركه دي تقفل على وشك جامد، تقرب تعمل حركه تيك داون، لكن شكلنا كده في المباراه يا شباب هم مانعين التيك داون، مانعين السقطات. طبعا الماتش هنا يا شباب هو عباره عن جولتين. اوكي الجوله الاولى طبعا تقريبا خلصت، هنبدا الجوله الثانيه. بس قبل ما نبدا الجوله الثانيه يا شباب عاوزين نتكلم بس في كام نقطه هنا. لاعب الكونغ فو هو معاه لكمات ومعاه ركلات، كويس جدا انك انت يكون اسلوبك منوع في اكتر من حاجه، لكن اللي مش كويس خالص ان انت يعني تكون ما بتتمرنش على كل حاجه، ما بتديش لكل حاجه حقها. ايه لازمتها معاك لكمات وركلات وحركات جود وجيتسو ده كله ومش بتتمرن عليه، ملهوش لازمه. لاعب الملاكمه في الجوله الاولى ما شاء الله هو يعني زي ما تقول كده ايه بيلعب زي ما قال القانون بالظبط، فعلا كل ما ايدك تكون قريبه من خط المنتصف ايدك هتكون قويه، الصد بتاعه فعلا كان ممتاز بعكس لاعب الكونغ فو الصد بتاعه ما كانش ممتاز. تعالوا بقى نشوف برضو دلوقتي الجوله الثانيه وهنحكم معاك. هنا يا شباب الجوله الثانيه، بس لحظه ارجعها من الاول خالص، صغر الصوره بتاعتي. اوه ركلة، هنستخدم ركلة كويس. اوه ده بالنسبة لي احنا بقى افضل لاعب الكونغ فو، برافو، بدأ يستخدم كل التقنيات اللي معاه، برافو عليك، ده اسمه الهجوم الشامل، انك تستخدم كل حاجة معاك، لكن عيبها ان ممكن تضعفك، تخلي الجهاز الدوري التنفسي بتاعك يضعف، تنهج. اوه لاعب الملاكمة شايفين الفرق؟ لاعب الملاكمة ايده فوق، لاعب الكونغ فو ايده تحت، هياخد ضربات في وشه كتير، وما أدراك انك تاخد ضربات في الوش. الضربات دي لو مش لابسين جلوفز كانوا ماتوا. شايفين لاعب الكونغ فو بدأ يتشتت طبعا جامد. هو الكونغ فو كويس السندة، بس انك لاعب الكونغ فو هنا لكماته مش كويس، ركلاته كويس. الملاكم لحد الان زي ما اتفقنا اللي عجبني فيه قوة التحمل بتاعته ما شاء الله، والثبات والتوازن بتاعه. لاعب الكونغ فو برضو عنده ثبات وتوازن بس ما ينقصه القوة، ضرباته مش مؤثرة
اهو بيضرب اللكمات اهو بيقرب منه تحس انه بيتخانق معاه. بيلعب من غير تكنيك من غير فكر، احس انه بيضرب وخلاص لعب الكونغ فو ساندا. اهو ايده تحت ودي مشكله، ده معناه انه هياخد ضربات في وشه كتير. هنا تعب، بان قوي ان الاثنين تعبوا بس لعب الكونغ فو تقريبا تعب اكتر اهو. او 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 طبعا يا شباب الضرب الكتير ده بيكون حاجه في الجسم اسمها حمض اللاكتيك، اللاكتيك اسيد. ده حمض بيتكون من المجهود العضلي الشديد. الحمض ده يا شباب الحمض اللاكتيك ده يا شباب تمام بيعمل شد عضلي او او بيخليك تتعب بسرعه. لحظه اصغر الصوره انا اسف. تمام بيخلي ضربات متتاليه يا شباب زي ما احنا شايفين. الحمض اللاكتيك ده يا شباب بيخلي الجسم يتعب بسرعه. ضربات متتاليه من الافضليه اللاعب الكونغ فو. عمل هجوم شامل وده كويس جدا طبعا. اهو ضربات متتاليه يا شباب. او هنا الاثنين طبعا باين عليهم انهم تعبوا، الجهاز الدوري التنفسي عندهم تعب ارهق اكيد، شغالين بقالهم جولتين فلازم يتعبوا. لاعب الملاكمه استخدم الركله بس الركله ضعيفه زي ما انتم شايفين، لانه مش مميز شكله في الركلات مش بتاعته، مش بتمر عليها كتير. اهو يا شباب ضربات متتاليه. عاش ركله راوند هاوس كيك او بيانت واي بس تعبوا خلاص. لاعب الكونغ فو تعب اكتر. ركله تاني مفيش قوه خالص اكيد، لما حمض اللاكتيك بيتكون قوتك بتضعف جدا. ركلات طبعا متتاليه كويس جدا. لاعب الملاكمه بدا برده قوه التحمل بتاعته تضعف شويه، بدا ان هو ما يركزش ما بيهاجمش بقاله كتير. لاعب الكونغ فو بيلمس لمس بس مفيش قوه. ضربات متتاليه يا شباب اهوت. لاعب الملاكمه بيضرب ضربات متتاليه طبعا. ملاكمه ركله، حكم وقف المباراه عشان يعني ايه يرجع الوضع الهجوم بتاعهم تاني. ضربات متتاليه ركله طبعا شايفين جت في الجزع، جت في الجزع. لمس ضربات الجلافز. برافو يا شباب. ده يا شباب الفايت بتاعنا اللي كان شغال دلوقتي. طيب انا لو هدي الافضليه كجابر هدي الافضليه كانت للاعب الملاكمه، انت برضو قول لي رايك ايه، يعني انتوا برضو قولوا لي ايه رايكم، الافضليه تديها لمين؟ لاعب الملاكمه كان يعني يتفوق في الثبات بتاعه والصلابه بتاعته والتوازن وقوه التحمل، وطبعا كل حاجه من دول ليها تفسير لوحده. تمام لاعب الملاكمه كان بيستخدم ايده كويس قوي قوي قوي، اوكي ايده كانت قريبه من جسمه طول الوقت وكان بيصد كويس. لكن لاعب الملاكمه ما كانش مميز في المراوغه، ما كانش مميز في تنوع اللكمات، اكتر ضربه كان بيضربها هي التشونشوان اللكمه المستقيمه، اوكي كان ممكن يراوغ ينزل تحت يضرب اللكمه الدائريه يضرب ابر ينوع في حاجات كتير جدا. لاعب الكونغ فو كان يعيبه اللكمات بتاعته كانت ضعيفه، ما كانش ايده قريبه من وجهه ودي مشكله كبيره جدا في اي فايت، لازم تكون ايدك ايه قريبه من وجهك عشان تدافع. تمام وكان يعيبه برضو موضوع التنوع في اللكمات والمراوغه. اللاعبين الاثنين مميزين في طول النفس، يعني هم بقالهم جولتين بيلعبوا يعني طول النفس الى حد ما عندهم كويس، قوه التحمل الاثنين عندهم كويس، لكن القوه في التاثير في اللكمه او الركله عند الاثنين مش قويه قوي، وانتم برضو ليكم الحكم. طب تعالوا بقى يا شباب نرجع بالزمن ونلعب لعبه جاكي شان بلاي ستيشن 1، ايه رايكم نلعب كده كام بيت ونتكل على الله. يا هلا اللعبه دي بعشقها، لعبه جاكي شان. نرجع بقى بالزمن كده بقى يا جماعه ويا عايز اقول لكم اللعبه دي معاصره لكل الاجيال وما زلت بلعبها لحد الان بامانه. المغامرات والاكشن شغل عالي قوي قوي. وبعدين جاكي شان ده يعني عارفين انتوا الممثل ما بيجيبش دوبلير اصلا معاه ولا اي حاجه، كل حاجه بيعملها بنفسه، حتى الحركات اللي في اللعبه اللي هتشوفها دلوقتي دي هو برده اللي كان بيعملها، بيلبس طبعا اجهزه وكده علشان يعمل ايه يعملوا له اللعبه دي يصمموها يعني. اوكي المهم انا ما اعرفش بقى مستواي قل في اللعبه ولا ايه الدنيا، بس يلا يا جماعه
علشان نبدأ دلوقتي. ياه طبعا الناس اللي في عمري اللي في منتصف العشرينات واواخر العشرينات عارفين اللعبه دي. انا عارف ان في العاب حديثه كتير والكلام ده، بس عارفين انتوا القلب وما يهوى وما يريد. طيب الفويس بتاعي بقى ممكن يوطى شويه لاني هنزل المايك تحت ونبدا نشتغل بقى. تمام. You guys can touch me. Are you want to kill me? انا فاكر انا الجمل دي اللي كان بيقولها في اللعبه بتاعته. يلا استعمل الشاي بالله. استنى بس نتمرن كده الاول. اقول كده حصه التمرين. بام. لا جاكي جاكي. استنى بس هو جاكي الاصلي. وولف ليب اهو. ملاكمه. واو اتمرن على الركلات. حلو. جمبات. جمب واضرب. عاش. بس انا كده اتمرنت وما عنديش حجه يا جماعه. عشان ايه ما عنديش حجه؟ يعني انا ايه اتحنت وكده. يلا بينا. كمان. لا 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 جاكي جاكي مش شوية قلب. مش العيال دول يضربوهم. خد ديلو يا جاكي تشان. لازم قول فليب. Are you trying to kill me? كل الحركات كل حاجة اتمرنت عليها ظبطت. اشرب يا جاكي واللبن. اشرب اللبن. خد بروتين وكالسيوم. انت عايز وقعني. استنى بقى. يلا يا بابا. اورايت. لا بجد احساس ممتع. عارف انت الدراع بتحكم فيه المهاره واللياقه والنفط يا حبيبي. نفط. هو جاكي هو. بص يمين وبص شمال. لا 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 مش حاجات على الغفله دي. طبعا حركة التشفرجة والضربة دي بالنسبة لي احلى حركة. خد يا جزمة. استنى بس انا لسه امسك القشة ولسه امسك حاجات كتير دلوقتي. شوف جاك شان بيقول ايه؟ I don't want to hurt anyone. مش عاوز اي حد. بعيد عني يا جدع. لا خد. Not the face. ليس الوجه. مين؟ واو. استنى بقى عشان هنا في قط. انطلق يا جاكي. حتى كوميدي في اللعبه بتاعته. واخدين بالكم انتوا؟ حتى كوميدي في اللعبه. انتوا بقى هنا يا جماعه عشان في مجزره هتحصل. بسم الله. بص يا ابني بص يا ابني الباب كده اي حاجه. طيب يلا. Something is wrong here. امسك. واو. بام. كنت شو هضرب لحد الان. اي جاكي تشان. يس. درينك. اشرب يا جاكي. لا يا جاكي. عاوز اعمل حركه. عاوز اعمل حركه. الواد ضربني. بصوا بيرقص دلوقتي. بصوا. حتى طلع مسخره في اللعبه. حتى بص بيعمل ازاي. بيعمل كده. وربنا حاجة ممتعة والله العظيم. مفيش لاعب فنون كنت لاعب عشقش اللعبة دي. او ماي جاد. نيكست. واو بام. الفريق اللي هيجي لي هنا دلوقتي. البيت ده. اطلع يا جاكيو. لا اطلع يا جاكيو كويس. وبيمينه ماشي. وبيقفز ماشي. استنى بقى اخد سمك هنا. الله.
اي السمكة. بصوا السمكة ده انا هضرب لكم انت بالطاسة وبالحلة وبالطبق وبرميل التلفزيون. تعال خد بصوا بقى الحلة بوم بوم بوم. ياس ده نار يا اسطى. النار ادم نو نو شاكي ياس بوم بوم. لا 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 لا. لا 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 جاكي ابعد عنهم حطهم على جنب كده. ايوه تعالوا وده وولف يس. هات بقى الحلة دي مش عاوز امسكها ليه. هي جبتها قوم قوم. لا مش جاك اللي يتضرب يا كلب انت اهو. ايه الحلة يعني جاك شام النوع اللي هو بيستخدم اي حاجة يا شباب. اوه جو هوم ناو. يو كم باك هير. لحد الان لحد الان مش فاهم كويس. ايه ده ايه ده بكلمكم موت وربنا بكلمكم. اسمع يا رب بكلمكم موت يا رجاله. يس الحمد لله. انا بكلمكم موت مش باللبن. About time. I can't believe my luck. I can't believe my luck. I can't believe my luck. يا عيني عليك يا جاكي يا عم. بقى هنا بقى هقابل بصوا بقى يا جماعة الأشرار. فاكرين انتوا يجوا جواي ماي بايدي زا والرجالة بتاعت ال اسمهم دول اللي هو الرموز. هقابلهم دلوقتي اهم. بصوا بقى انا بقى عاوز اخد الشكمان. الشكمان شكمان يلا دلوقتي. شكمان خدت شكمان. You guys can touch me. سمعين الموسيقى؟ لبن لبن. على اول فليب قرب مني يا This going to hurt in the morning. لا 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 عايز اعمل حركة عايز اعمل حركة الكوخ. ايوة دي My bruises have got bruises. يا شكلي يضربوني ولا ايه؟ ودي يا كلب. في حد تاني؟ اوه ده لسه في تاني. اتفضل. I don't feel so good. Oh, I don't feel so good. Yeah. Yes! We got it, guys. عدينا البيت. لا لا الاكشن بجد هنا والكونغ فو تمام؟ نخش بقى البيت ده وكفايه عشان ما اطولش عليكم. نتحمم و
بجد لعبة ممتعة جدا يعني، لعبة جاكي تشان بجد يعني. نزلت لحد على فكرة بلعبها يا شباب يعني، فيها وحتى كمان كنت بتعلم حركات من اللعبة ذات نفسها ديت. جاكي شان بيعمل الدحرجة وبيقوم يلف ويضرب وهكذا يعني. مهم اللعبة دي انت ممكن تبحثوا عنها عادي، لو كتبت جاكي شان بلاي ستيشن 1 هتظهر لك. رب نكون استمتعنا مع بعض كده، وان شاء الله بقى ايه، مش عاوز اطول عليكم، وفي رعاية الله، السلام عليكم.